السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حال حديقة بمكتبي بعد غياب عليها لمدة 3 أشهر. كنا طبعا نسقيها في كل زيارة لنا لهذا المكتب. ربما هناك ذبول لبعض الأوراق بحرارة الشمس وقلة الماء، لكن هناك أوراق جديدة كبرت، هناك بعض النباتات لا تصمد بدون ماء، وسرعان ما تذبل أوراقها. كما تشاهدون ورقة هذا القلب أصبحت صفراء ميتة عكس هذه الورقة الجديدة، كذلك الصبار كبرت هذه الضفلة منه وهي شوكية، وكذلك تخرج أخرى. هذه ماتت طبعا بغياب الماء عنها، بينما هذه تصبر لغياب الماء، حافظت على نفسها. هذه أيضا جفت أوراقها، هذه النباتات أيضا جددت أوراقها، هناك منها من ماتت أوراقه ومنها من أعطت أوراق جديدة، لكنها ربما كبرت بالشمس حيث أخرجت أزهارها وحبوبها، خرجت عندنا ثمرة أنتجت مثل النخلة الصغيرة. كما تشاهدون هذه الشجيرة كذلك للزينة.